عراقية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمستمعون لإذاعتنا إذاعة القوات المسلحة العراقية الذي يأتيكم من قيادة العمليات المشتركة، أهلا ومرحبا بكم، صبحكم الله بالخير. نحن معكم في لقاء صريح ومباشر مع نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الدكتور قيس المحمداوي. أيها الإخوة، الحقيقة يعني كلما حاولت أن أقدم الأخ القائد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن الدكتور قيس المحمداوي، تحار الكلمات من أين تلج إلى فضاء رؤيته الأمنية والقيادية وهو يتسنم قيادة العمليات المشتركة. رأيناه على جسر الفاضلية يتفقد سير الإنجاز، وعلى جادة زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام يتابع حركة الزائرين. قبل هذا وذاك عقد سلسلة اجتماعات موسعة وعبر الدوائر التلفزيونية مع قيادات العمليات المختلفة، مختلف المسؤوليات، مستويات المسؤولية الأمنية والعسكرية لإدارة العملية الأمنية على هامش أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، والاجتهاد بالخطط الخاصة بهذه الزيارة التاريخية. عينه على الأمن لأن الأمن هو الحياة، وقلبه مع الحسين عليه السلام في أربعينية الإمام. حوار خاص وصريح مع نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الدكتور الركن الدكتور قيس المحمداوي. الله يحفظكم. الآن يعني دعنا نتحدث عن الخطط الأمنية، الخطة الأمنية الشاملة لأربعينية الإمام الحسين عليه السلام هذه السنة. بماذا تميزت؟ ما هي الشروط؟ ما هي الخصائص التي ميزتها عن السنوات السابقة؟ شكرا جزيلا. حقيقة بفخر لكل قطاعات الأمنية والقائمين على الملف الخدمي، نعم، وقبلهم زوارنا الكرام وأصحاب المواكب أهل السخاء والعطاء والكرم والصبر ومفتاح نجاحاتنا. جهد كبير جدا وزيارة متميزة، حتما دون الطموح لما يستحق العراق وتستحق المناسب ويستحق مواطننا الكريم وزارنا الكريم، لكن هذه السنة جهود كبيرة ميدانية متابعة حثيثة تميزت بكثير من الإيجابيات. نسعى لتعزيز هذه الإيجابيات، وحتما هناك بعض الهفوات بعض السلبيات وفق استحقاق مواطننا الكريم. نعمل وفق توجيه القائد العام للقوات المسلحة دولة رئيس الوزراء على تجاوزها والشروع من الآن، وهذه أول مرة تصير الشروع من نهاية الزيارة وصولا إلى بدء الزيارة القادمة إن شاء الله. هذه الزيارة حقيقة تميزت بكثير من الأمور عن الزيارات السابقة. أولها وأهمها هو المتابعة الحثيثة الميدانية المتواصلة من لدن سيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم، من خلال تواصل المباشر، من خلال تنظيم جروب خاص بالأربعينية، من خلال اطلاع بشكل تفصيلي وعلى مدار الساعة ليل ونهار حول أي معضلة تتعلق بالزيارة سواء أمنية أو خدمية، وتوجيه المباشر للمعالجة ومن ثم متابعة المعالجة ومن هو القائم بها. حقيقة هذه أول مرة تصير.
نعم كانت أكو توجيهات، نعم كان أكو دعم كبير، لكن تكون المتابعة حثيثة وميدانية من لدن القائد العام نفسه أعطت دافع كبير وساعدتنا جميعا بدون استثناء الملف الأمني والخدمي بتجاوز المعضلات، بحل المشاكل اللي قد تطلب قسم منها صلاحية، قسم منها أمر، قسم منها موارد. والله الحمد هذه المتابعة حقيقة جابت نتائج كبيرة. نعم. تواجد الميدان اللجنة الأمنية متمثلة بالسيد وزير الداخلية وأعضاء اللجنة في كربلاء قبل الزيارة بأكثر من 19 أيام، ومن ثم تواجد ميداني لأكثر من 4 وزراء منهم الصحة، الكهرباء، وزير الداخلية، وأكثر من 5 وكلاء وزارات، هيئات مختلفة. هذا التواجد الميداني أيضا أعطى دافع لمعالجة المعاضل سواء الأمنية والخدمية بشكل فوري. هذه الخطة بشكل فوري سيادة. فوري أقول فوري مع صلاحيات كبيرة ودعم كبير من القائد العام لهذه المعالجات. أيضا لدينا حقيقة تحديد الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات، هذا منع التداخل أولا، وأنطى دافع لكل شخص ماذا يعمل، أين يعمل، ما هي حدود مساحة عمله، وحقيقة متابعة ما يخصه. أحيانا التداخل المسؤوليات يربك العمل ويضع علينا كثير من الأمور، لذلك بوقت مبكر يعني من العاشر كانت امتداد الأربعينية امتداد لعاشورة، من عاشر محرم كان أكو محاور واضحة، مسؤوليات واضحة على المستوى الأمني أو الخدمي. الموضوع الآخر حقيقة ميزت بقطعاتنا بمعارك المعارك العسكرية هنالك مبادئ. نعم. بالزيارة حقيقة أنا شخصيا أقول هنالك مبادئ. نعم. واحدة من هذه المبادئ المطاولة. نعم. مبدأ المطاولة مهم، قطعات تنفتح أكثر 20 يوم على الأرض بأجواء حارة على مدار الساعة تنظم وتحمي هذه الملايين، كان نحتاج مطاولة. نحتاج أين تزج القطعات ومتى، متى نعطيهم الراحة الكافية خاطر يجي يؤدي واجبه بشكل صحيح. لذلك أقول مبدأ المطاولة بالزيارة تحقق بشكل كبير. كان عندنا احتياطات محلية ومركزية، هذا مبدأ مهم، عرفنا شو وقت نزج هذه الاحتياطات ووين الاحتياط، هو ليعالج مشكلة على المستوى الأمني والخدمي. موضوع آخر اللي هو المناورة بالقطاعات، حقيقة هذا موضوع مبدأ مهم، كان عندنا يتطلب جلب قطاعات كبيرة تتطلب إعادة تموضع في قواطعها، ومن ثم نحتاج كالمناورة في الحرب، كالمناورة في الحرب، ومن ثم المناورة بالموارد مع تقادم الزيارة. زيارة تنتهي في منافذ معينة ومحافظات معينة، الآن تتطلب مناورة بخدماتها وعجلات النقل وقطعاتها. لذلك المناورة على المستوى الأمني والخدمي، على مستوى الجغرافي كمكان، وعلى المستوى الزمني مع تقادم الزيارة مبدأ مهم حقيقة تطبق بشكل كبير جدا. نعم. المناورة بالموارد حقيقة مهمة جدا، وحركنا كثير موارد المنافذ بعد ما انتهت زيارة أو المحافظات انتهت بها. هذه الزيارة تميزت أيضا باستخدام كبير للتكنولوجيا على مستوى الكاميرات، طائرات المسيرة، على مستوى موارد فنية مهمة. هل نستطيع الحديث عن عدد الكاميرات التي ثبتت في مراكز استراتيجية؟ بالعشرات. بالعشرات. سواء على مستوى الدفاع، الداخلية، أبطال الحشي، مديرية الاستخبارات العسكرية، وكان بها مبدأ اللي هو أشبه بمبدأ تلاحق الأسلحة. أن ينتهي مدى ومراقبة هذه الكاميرا ومن ثم تبدأ الكاميرا الأخرى. أين عدم وجود كاميرات يتطلب تغطية هذا الموضوع بطائرات استطلاع. طائرات الاستطلاع لديها توقيتات غير موجودة، الجهد الفني والمراقب، لذلك استخدام فعال ومثمر للتكنولوجيا، وهذا موضوع مهم جدا. العمل بروح الفريق الواحد ميجت بهذه الزيارة، الكل تعمل حقيقة بروح الفريق الواحد، كان جهد استخباري متميز جدا من الوكالات وعمليات استباقية. راح أنوع عن أول مرة عبر إذاعتكم. أقول هذا الموضوع حتى ما أعلننا عن عمليات كبيرة احتراما للزيارة لاطمئنان المواطن والزائر، خلاف السنوات السابقة كانت تعلن بها العمليات السباقية، عملنا وواجبنا ونشرف به، كانت إنجازات كبيرة على المستوى الأمني والاستخباري، لكن احتراما للزيارة وأيضا لتعزيز الثقة بين المواطن والزائر وقطعاتنا الأمنية وعدم إرباك الوضع الأمني، العمليات السباقية حقيقة كانت ناجحة وأحبطت كثير من المحاولات. الانتشار والمسك والمراقب والعمليات السباقية كانت حقيقة بوقت مبكر جدا
وأيضا فادت بالعملية. هنالك تطوير كبير للمنافذ على مستوى الإداري أو الفني. الإداري أقصد التوسعة والممرات والسكن ووجود عجلات، وعلى المستوى الفني هو عدد الحاسبات والعاملين بهذه المنافذ. لذلك كان عملية كبيرة، عملية سلسة بيسر، ماكو تأخير، وحقيقة العمل كبير. تميزت هذه الزيارة حقيقة بتنسيق فعال كبير ومثمر بين اللجنة الأمنية العليا وبين اللجان الخدمية. خطط الزيارة حقيقة للمطلعين وبالميدان ما ممكن فصلها عن بعضها أبداً. تترابط مع بعضها وتأثر على بعضها، لذلك كان التنسيق فعال ومثمر. وأخيرا اللي هو، وهذا مهم نقوله، المشاريع اللي تم افتتاحها هذه السنة، سواء على مقتربات وطرق الزوار على مستوى الشوارع أو الجسور اللي تم افتتاحها، ومن ثم العمل الكبير خلال السنة الماضية في كربلاء المقدسة وتوسعة الشوارع، حتى فادت بشكل كبير على مستوى الخدمي والأمني. لذلك ميزات كبيرة جدا في هذه الزيارة، واسمح لي أقول أولهن وأكبرهن وأهمهن هو هذا السخاء والعطاء الكبير والصبر والعقيدة والإيمان لمواطننا الكريم، لزائرنا الكريم، ولأصحاب المواكب الحسينية. جيد، احنا شفناكم أخي القائد على جسر الفاضلية على مستوى التكوين والتنشئة والصيرورة والعمل بهذه الكفاءة الكبيرة لإخواننا وفرسانا في مهندسي الجهد الهندسي في وزارة الدفاع ومختلف مستويات الهندسة العسكرية. حدثونا بعض الأشياء عن جسر الفاضلية حقيقة، هو وعن مهماته. يعني وعن جسر الفاضلية مشروع تم طرحه قبل 4-5 سنوات عندما كنت قائد عمليات الفرات الأوسط. مثل ما قلت هنالك مبدأ يسموه مبدأ المطاولة، علينا أن نعمل وفق مبدأ اللي هو عزل طرق العجلات والمركبات المختلفة عن طرق الزوار سيرا على الأقدام. هذا المبدأ أولا يتيح سرعة وصول العجلات، اثنين يأمن على الزائرين سيرا على الأقدام، ثلاثة موضوع مهم جدا موضوع النقل وانسيابيته، يعزز لنا الموارد ويعظمها. احنا عندنا لنفرض 2000 عجلة، إذا أكو اكتظاظ بالشوارع وزوار بنفس الشوارع، هذا العدد نحسبه على الأرض ما يساوي 250. الرحلة الواحدة من بغداد مثال إلى كربلاء تتطلب ساعة ونص، إذا صارت 4-5 ساعات ما معناه خسرنا الجهد. لذلك كانت أكو رؤية لها الحمد هذه السنة تحقق جزء منها، اللي هي إنشاء طريق حولي من جنوب المحمودية يصل إلى كربلاء المقدسة عبر صيانة وإنشاء جسر سمى جسر الفاضلية، يمر على جرف النصر ومن ثم وصولا إلى مداخل كربلاء المقدسة. سهل كثيرا على قضية هذا حقيقة ساعد بنسبة أكثر من 60-70% من انسيابية المحور. خلصنا من الخوانق المهمة في الإسكندرية في المسيب وفي مناطق الحصوة وصولا إلى منطقة الوند. هذه المناطق كانت تشهد اكتظاظ كبير جدا، عجلات مع ملايين الزوار في هذا المكان مع آلاف المواكب وعملية تفتيش ومشي حقيقة ذهاب وإياب عودة مع ذهاب الزوار. حقيقة كانت العملية التنظيمية متعبة جدا، مواردنا كنا نخسرها وزائرنا الكريم يدفع الثمن. هذه السنة وإن كان بالختام الأربعة الأخيرة تم افتتاح جسر الفاضلية، لكن جنينة ثماره بشكل كبير. نأمل هذا الجسر ومقترباته تتوسع وكو عمل كبير عليه، وعدنا طرق 3 أو 4 مهمة استراتيجية، منها من النجف وصولا إلى كربلاء عبر الخط الاستراتيجي، وطرق خاصة بالمحور الشرقي اللي يمتد من قنطرة السلام باتجاه مركز بابل. هذه المشاريع ستسهم بشكل كبير بتعظيم الموارد براحة زائرنا الكريم، وهنالك إصرار من السيد القائد العام للقوات المسلحة ورؤية ثاقبة من الآن لإكمال هذه المشاريع خلال هذه السنة إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. إحنا تحدثت كثيرا أخي القائد عن قضية توظيف وإدارة الموارد الكبيرة، يعني في إطار يعني الظهور للعالم، وقد أكدت هذه القضية يعني مرات عديدة من خلال يعني مجمل التصريحات التي ظهرت بعد 40 الإمام الحسين عليه السلام. كيف يتم توظيف وإدارة هذه الموارد في المستقبل؟ أنا أسمع هذه الإجابة من جنابكم، ولكن بعد هذا الفاصل فاصل ونواصل الحديث مع نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن.
بنائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن الدكتور قيس المحمداوي. الحقيقة يعني وضعنا بكامل الصورة. سألناه قبل الذهاب إلى الفاصل في قضية توظيف وإدارة الموارد الكبيرة خصوصا يعني في 40 الإمام الحسين عليه السلام في السنة القادمة، كيف يتم إدارة وتوظيف مثل هذه الموارد؟ حقيقة هذا موضوع مهم جدا، والآن هو جزء من العلوم المهمة اللي تطبقها المؤسسات والدول. ما أخفيك حقيقة والكل يعرف أنه استقبال وإطعام وإسكان وحماية وإدارة ونقل أكثر من 22-23 مليون موضوع خارج كل الحقيقة كل الحسابات والقياسات، وماكو مناسبة بالعالم كله بما فيها الحج يعني بما كل المناسبات سواء ثقافية دينية. أرجع وأقول إطعام وإسكان ونقل وحماية وإيواء موضوع حقيقة أكبر، لولا إعجاز رباني حسيني ولولا إنجاز وتصميم عراقي وإرادة عراقية وكرم وسخاء غير موجود في كل العالم. لذلك العمل بعلمية بكيفية توظيف الموارد من حيث جغرافيا المكان أين نضعها وزمنيا متى يزج بها موضوع في غاية الأهمية في زيارة أربعينية الإمام الحسين. لذلك يراد رؤية ثاقبة على هذه الموارد، مركزية في استخدامها وزجها، وأيضا علمية في توظيفها بشكل صحيح. أقصد الموارد البشرية والناس المعنيين بالأمن والتنظيم، ثم الموارد ذات العلاقة بخدمة المواطن. يعني أنا أتكلم لك عن عشرات الملايين من الماء، من قنينة الماء عشرات إذا لم تكن مئات، عشرات الملايين من الثلج، أكثر من 80-90 معمل ثلج توظف لزيارة أربعينية الإمام الحسين. مناسبة هذا غير المواكب، غير المواكب، أنا أحكي عن جهد السخاء والعطاء، حق المواكب ما ممكن نوصله. على مستوى النقل، على مستوى الكهرباء، على مستوى الخدمات، على مستوى الوقود، يعني أرقام مهولة وزارة النفط زودت بها المواكب على مستوى غاز الطبخ ومواضيع الوقود المختلفة سواء للهيئات. هذه العجلات أكثر من 13 ألف عجلة ووقودها، موضوع حقيقة من ندخل بتفاصيله موضوع كبير جدا مهم جدا أذكر في هذه المناسبة. حقيقة هذه الزيارة نتكلم عن الخدمات وعن الإسناد والتعزيز، واحدة من أهم ميزاتها هي عراقيتها. معامل الفلوجة للثلج أسندت زيارة بشكل كبير ولفت نظر. عجلات الإسعاف من الموصل والأنبار والإقليم، عجلات الدفاع المدني المتطوعين بمختلف الواجبات. لذلك مع هذا سحر الوحدة الوطنية عند العراقيين، مع رسالة الإمام الحسين وثورته العظيمة إنسانيا على كل العالم، كان مهم يكون لنا أساس أنه هذه المناسبة غير أنها دينية للإسلام كله، إنسانية لكل العالم، تتميز بوطنيتها العالية بالإصرار الكبير من كل العراق بمختلف الأطياف مختلف القوميات والمسميات، ساهموا بشكل كبير جدا وبتطوع هائل وبتسابق من أجل تقديم الخدمة. أنا ردت أسأل سؤال هامشي يعني على هامش هذا التحليل الجميل لجناب الأخ الفريق أول الركن الدكتور قيس المحمداوي عن تعاون المواطن العراق عن تعاون الزائر مع القطاعات الأمنية، كيف وجدتم كيف تقيمون يعني مثل هذا التعاون والتعامل والتعاطي؟ أنا أكثر من مرة وأكثر مؤتمر صحفي ولقاء حقيقة أقولها وأعنيها، أساس نجاحاتنا الأمنية بشكل عام هو مواطننا الكريم. إدارة 23 مليون لولا الأساس الكبير لتعاون وصبر وسخاء وعطاء وكرم مواطننا الكريم الزائر أصحاب المواكب، محافظة كربلاء والنجف وكل محافظات عندما تفتح بيوتها ويصيرون هم ضيوف والزوار هم يصيرون أهل الدار. حقيقة هذا التفهم والتعاون الكبير بين المواطن زادنا العلاقة الحميمة. وبالمناسبة هذه العلاقة جسدت بشكل كبير وأكبر بعد المعارك، معارك النصر، وهذه الملاحم البطولية لأبطالنا ووجود جريح مع شهيد مع حقيقة واحد من ذوي قرب الزائر سواء ابنه أو أخوه أو منتسب بالقطاعات الأمنية أو واحد من أبطال النصر اللي موجودين. هذه العلاقة الحميمة زاد احترام مقاتلنا سواء من الجيش أو الشرطة أو الحشد،
للزائر الكريم، وهنالك متبادل للاحترام من الزائر لمواطننا. حقا هذا التفاعل الإيجابي الكبير أسهم وبشكل كبير في نجاح الزيارة بالتعاون، زادا رسم صورة رائعة للعراقي لكل الزوار الأجانب اللي وصلوا إلى العراق. متابعة حثيثة من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ المهندس محمد الشياع السوداني، حضور ميداني للجنة الدائمة، الوزراء المعنيين، الوكلاء، وكلاء الوزارات، وهذا النشاط الكبير كيف تعبر عنه، كيف تقيمه سيادة القائد؟ حتى هذا الموضوع مهم جدا، وأتكلم لك لأنه أنا جزء من حلقة مهمة، نعم، وجروب بالواتساب واجتماعات متواصلة ودوائر تلفزيونية، وعملت 5 سنوات في كربلاء المقدسة بمنصب قائد العمليات، وهذه 5 سنوات كان بها 6 مناسبات زيارات، وكل مناسبة أو كل موسم ب4 إلى 5 زيارات مثل ما تعرف، معنا 24 إلى 25 زيارة، منها الأعياد، الأربعينية، عاشوراء، الشعبانية مثل ما تعرف، غير عرفات، ومناسبات دينية مختلفة. هذه المرة الأولى أن يكون السيد القائد العام جزء من فريق يرأس لإيصال التوجيه والقرار بعد دقائق من المعضلة. أنا شخصيا كنت بنهاية الزيارات، من كنت موجود، نسعى من المحافظين أن يزجون أو يرسلون عجلاتهم باليومين الأخيرة 3/17/18/19 إلى 20/0. ما واجهتم مشكلة بقضية العجلات سيادة القائد؟ هذه السنة الأفضل، نعم، نعم، دون الطموح، لكن السنوات السابقة من نحتاج المحافظين مع احترام لهم وعناوينهم، يختلف من السيد القائد العام يتكلم وياه مباشرة، نعم، ويقول أرسلت 100 عجلة أو 200 عجلة مع المدير العام الفلاني، ونواجه معضلة بالثلج، ومحافظ يقول أرسلت 30-40 عجلة برات كبيرة بهلا، أو يوعد السيد القائد العام لمحافظة معينة بإرسال وتعزيز مفصل معين أو منفذ حدودي. لذلك وجود السيد القائد العام على رأس هذه المجموعة وتوجيه المباشر المستمر على مدار الساعة يعطي دافع كبير، دافع كبير جدا بصراحة، نقولها يحدد المسؤولية عندما يوعز إلى قائد، نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول قيس بموضوع معين، راح يكون ملزم خلال وقت قصير أن يتم إنجازه هنا سرعة مع الدقة، يوصل العجلات لفلان المكان من استلمها، يأيد اللي استلم هذه العجلات، البرادات وصلت وأبو الخدمية يأيد واستلامها، الثلج نفس الشيء، الغاز نفس الشيء، الوقود عندما صارت شحة بالمي في كربلاء المقدسة ويوعز بزيادة الإطلاقات المائية بعد ساعات، محافظ كربلاء يأيد وصولها إلى أنهار كربلاء بمستوى أعلى، وهكذا عشرات المواضيع. حقيقة هذا العمل والمتابعة الحثيثة، الإشراف الكبير المتواصل من سيد القائد العام للقوات المسلحة، أعطى لهذه الزيارة نكهة خصوصية، زاد إنجاز كبير على مستوى الأمن والخدمات. أرجع وأقول حتما هو نفسه سيد القائد العام يقول دون طموحنا، طموحنا أكبر لخدمة مواطننا، لكن هذه أساس لعمل كبير قادم على المستوى الأمن والخدمي. جيد، هنالك مفردة الحقيقة أنا راقبتها يعني ورصدتها بقوة في مختلف، يعني أشيعت في وسائل الإعلام العراقية وحتى العربية، قضية الانسيابية في الزيارة. هناك انسيابية أسطورية رافقت الزيارة من أولها إلى نهاية التفويج العكسي، ما هو تقييمكم لهذه الانسيابية؟ حقيقة أولا تواجد مبكر لكل الأبطال من ضمنهم مفارز المرور، هذا سبب المشاريع الصغيرة اللي تم افتتاحها بسير العجلات يكون خارج الزوار سيرا على الأقدام وفتح مشاريع صغيرة. العمل الكبير خلال السنتين الماضية وهذه السنة بالذات في كربلاء المقدسة افتتاح مشاريع كبيرة، الآن طريق بغداد كربلاء صار 4 سيدات مع 2 خدمي، النجف كربلاء صار 4 سيدات مع خدمي، المشاريع الكبرى داخل مدينة كربلاء المقدسة ثم النجف بموضوع التوسعة والساحات وسعة الشوارع خلال هاي السنتين حقيقة ملفت للنظر. لذلك الانسيابية هي أفضل نشاط الأمني، توزيع أرقام تليفونات، العمل الاستخباري حقيقة، زائدا الخدمة المتواصلة، وعي المواطن، التزام أهل المواكب الكبير حقيقة، أقولها كان نعاني من موقع الموكب وين يكون، على الطريق أو خارج الطريق، تعاون أهل المواكب الملفت الرائع
الكامل هذه السنة مميز بشكل كبير، حتى مستوى الوعي على مستوى النظافة وعلى مستوى الإرشادات الأمنية والخدمية. أهل المواكب حقيقة عطاهم كبير جدا، سخاهم لا يمكن وصفه. مع هذا حقيقة خجلونا بكرمهم وأخلاقهم، بتفاهمهم بتعاونهم الكبير. عندما الموكب نقول معه عجلتين يثبت هذه العجلتين وتكون موجودة، عندما صاحب الموكب يفرز 5-6 عناصر للمراقبة الأمنية ومراقبة الطعام زائدا الزوار، من يفرز 5-10 عناصر لأداء الخدمة والتنظيف. لذلك حقيقة منظومة عمل كبيرة جدا لا يمكن أن نجدها إلا عند العراق والعراقيين. نعم، إحنا نروح إلى فاصل، ثم يعني الحقيقة سأوجه سؤالا يعني أخيرا إلى الأخ القائد نائب قائد العمليات المشتركة لفريق أول الركن الدكتور قيس المحمداوي. والحقيقة إحنا يعني نود أن يكون معنا دائما، ولكن يحول دون ذلك عن قضية الانشغال اليومي في قيادة العمليات المشتركة. فاصل. قائد نائب قائد العمليات المشتركة كبيرة، والحديث عن أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، عن هذا الإنجاز، عن هذه المتابعة الحثيثة، عن الاستعدادات الأمنية ما تحدثنا به طيلة هذه الفترة. يعني وضعنا الحقيقة الأخ القائد بصورة ولو إجمالية عن حجم هذا الإنجاز. هل هنالك إضافات أخرى سيادة القائد؟ شكرا جزيلا. حقيقة مهم النوع على موضوع مهم، مع الجهد الكبير اللي بذلت قطاعاتنا الأمنية أسهمت بشكل كبير بموضوع الخدمات من جانبين. الأول هو تخصيص كل موارد القيادات الدفاع والداخلية والحشد إلى الزيارة، تتعلق بعجلات الباص، بعجلات الإسقاء، عجلات الاختصاصية. بالمناسبة يعني ما المقصود بالعجلات الاختصاصية؟ نحتاج عجلات نفايات، عجلات تكرم مجاري، عجلات كثير، عجلات الإسعاف. لذلك قطاعاتنا الأمنية بالإضافة للجهد الكبير، عشرات الآلاف من العجلات المختلفة سواء الباص أو الحمل أو الاختصاصية، سواء المدنية بالتطوع أو الحكومية بإسناد كبير هذه السنة من كل الوزارات والهيئات، بالإضافة للقطاعات الأمنية. لذلك أسهمت قطاعاتنا الأمنية بشكل كبير، أولا حققت الأمن، ثم أسهمت بموضوع خطط الخدمات سواء بمواردها اللي تم تخصيصها أو بالتعاون مع اللجان. هذا موضوع. الموضوع الآخر حقيقة لابد من أكد أنه أساس هذا النجاح مواطننا الكريم. أكرر دائما أقولها، مواطننا الكريم، زائرنا الكريم، سيرنا على الأقدام والعجلات، مواكبنا وأصحاب هذا السخاء هم الأساس لكل نجاح. ففرصة لأن نقدم لهم شكر، أعطوا الصورة الرائعة للعراق ومجدي عليهم، وعملهم كبير، عطائهم كبير، تضحيتهم، تفننوا بأداء الخدمة حقيقة لزوارنا، عكسوا ما يستحق العراق، ما يستحق العراقي من صورة مشرقة أمام كل العالم، وقبل هذا وذاك ما تستحق ثورة الإمام الحسين. عراقية هذه المناسبة أيضا إضافة كبيرة، حتما بنفس الوقت اللي راضين عن جهد كبير وعطاء كبير نشعر بالتقصير عن بعض الإخفاقات لابد من الاعتراف بها. هذه الإخفاقات هي جزء من اعتزازنا بشعبنا الكريم. قسم من الناس قد
ما حصل سيارة كيلو أكل وين. أنا أقارن مع زيارات سابقة ماكو نسبة. نعم. هذه الأنجح. لكن تسعى عن الطموح، طموحنا أكبر. لذلك هنالك نية لتنوع بوسائل النقل. بموضوع سكك الحديد هنالك مشروع دولة الرئيس أكد عليه كثيرا، اللي هو سكة حديد تربط نجف وكربلاء ثم المحافظات الجنوبية. رؤية بموضوع عجلات الحمل وتقليلها أو إلغاها إن شاء الله السنوات القادمة بموضوع النقل. زائرنا الكريم استحقاق أكبر بموضوع يليق به، بعد أن يقطع مئات الكيلومترات سيرا على الأقدام من واجبنا جميعا أنه بعد زيارة النقلة من أقرب مكان. سعينا حقيقة، لكن أحيانا الشوارع هي تنقطع. نعم. بالمناسبة قيادة كربلاء بسبب الزخم قيادة كربلاء السنة ما قطعت تماما، لكن الشوارع هي انقطعت. ملايين في كربلاء المقدسة، مساحتها صغيرة لكن كبيرة بمعانيها بمآثرها بتاريخها بمقدساتها. لذلك الطموح كبير بمشاريع أخرى هذه السنة بموضوع النقل. وإن شاء الله إن شاء الله اللجنة الدائمية العليا اللي شكلت تسعى لتحليل قريب خلال الأسبوع أو بعده من كل المعنيين، نأخذ المقترحات الإيجابيات السلبيات، زائدا موضوع ما هي المشاريع اللي تتطلب إنجازها من المحافظات. قد يكون حول كيلو أو كيلوين مجسر صغير من تقاطع، أو المشاريع الكبرى على مستوى الدولة. لذلك أقول أنا واثق أنه السنة القادمة بإذن الله تكون مميزة أكثر والإخفاقات أقل بكثير، والإخفاقات أقل مع أنها الأقل خلال سنوات، لكن طموحنا. لذلك نقول لزارنا الكريم المواطن أنه القادم أفضل، وإن شاء الله إن شاء الله نبدأ العمل جميعا تجاه هذه الملحمة. حقيقة الرزق الأكبر لكل مواطن عراقي أنه الله يرزقه بالعمل لخدمة هذه الملحمة الخالدة إن شاء الله إن شاء الله. هل هنالك كلمة أخيرة أخي القائد توجهونها لفرساننا في القوات المسلحة، لأجهزتنا الأمنية، لقيادات العمليات، ولمواطننا الكريم على هامش هذه الزيارة التاريخية؟ حقيقة شكر من الأعماق، بصرح بي أكثر مرة القائد العام للقوات المسلحة، وشرف لكل أبطاننا. نعم. مع عملهم البطولي في مقارعة وهزم داعش وهزيمته في كل المواقع، شاركوا بشرف بهذه المناسبة الكبيرة. لذلك من القلب شكر لهم على عطائهم، على صبرهم، عدم نزولهم بإجازة. ومن أتكلم كل قطاعاتنا الأمنية بدون استثناء، وزارة الدفاع، الداخلية، الحشد، المتطوعين بذلوا جهود كبيرة جدا. مواطننا الكريم حقيقة نقول له يستحق كل التقدير، كل الشكر على ما قدمه من عطاء من صبر. ونعد إن شاء الله، هذا وعد، أنه القادم يكون أفضل بتحقيق المشاريع بما يتعلق بالخدمة. وأنا أقولها في نهاية هذا، إحنا ما نحتاج حقيقة، كل ما يقدم المواطن كافي للزوار على مستوى الطعام والإسكان، سخاء كبير. عندنا مشاريع تتعلق بالنقل، بالجسور، بالقطارات، بالأنفاق، تأمن موضوع النقل وهو الملف المهم. الأمن إن شاء الله مستتب بجهود الأبطال. لذلك نوعد كل مواطنين وبجهود العمليات المشتركة أيضا، جهود الجميع بدون استثناء. إن شاء الله السنة القادمة تكون أفضل على كل السنين إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. كل الشكر، كل التقدير، حتى هاي كل الشكر والتقدير هم صغيرون يعني، الله يبارك وقليلة فيك. جدا بالقياس إلى حجم الإنجاز الكبير الذي يعني قدم بهذه المناسبة التاريخية العقائدية الروحية الحضارية القيمية الكبيرة. كل الشكر أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، أقدمه من الأعماق ونقدمه في إذاعة القوات المسلحة من الأعماق للأخ القائد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن الدكتور قيس المحمداوي. سيادة القائد شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. أحسنت. شكرا لكم. بارك فيك. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.